نحن لجنة مشتركة لدفاع المدن الإسلاميين. هذه الندوة كمحطة من سلسلة محطات نضالية نخوضها لجنة مشتركة من أجل رفع هذا الظلم وهذا التعذيب النفسي والجسدي تحت مسطرة تصنيف سجناء وفق النموذج الأمريكي. أكيد أن ليست المحطة الأولى أو الأخيرة، فستليها محطات عديدة يعني نجملها فيما يلي في إطار المراسلات الحقوقية الدولية والوطنية ومراسلات المؤسسات المعنية، وإن اضطر الأمر يعني رفع دعاوى قضائية إن توفرت الحالات التي ممكن أن تستمر معنا من الناحية القضائية على مستوى المنطقة.